انا كنت اكتب ايدي اليمين وايدي اليمين سقطوا وما بعرف اكتب اليسار. ايش استفادوا من المدرسه؟ قلت له لا مو انا، من كثر الضرب قلت له اي نعم انا، هو مو انا سرقته. قعدونا على الطاولة، ما قبلت أول شيء أنطي إيدي وضربوني إبرة، خدروني أول شيء بعدين مسكوا إيدي وقطعوها، فقدت إني بالمشفى مقطوعة إيدي.